وهذا جورج يحييكم من أمام الميكروفون. مساء الخير. الخامسة دقيقة من بعد الساعة 7:00 من استوديوهات إذاعة نينار. مساء الخير لكل المستمعين في سوريا وخارج سوريا، في سوريا عبر موجاتنا العاملة على الأثير السورية التي تحمل ترددات 89.6 و101.1، ومن كل أنحاء المستديرة عبر الشبكة العنكبوتية على نينار اف ام. فيكم تسمعونا من الفيسبوك مباشرة، نحن لايف مباشرة على الهواء لحتى نحكي نحن وياكم ونعمل جردة لضيف عزيز وغالي وصاحب اطلالات مميزة وصاحب جدلية، ووجوده هو أكثر من رائع. صديقي أولا، أخي أولا، ضيفي. هلأ مساء الخير مايك. مساء النور من وراء ميكروفون نينار. أمام ولا وراء؟ وراء الميكروفون. لا أنت هون أمام. لا لا لا، وراء الميكروفون. هلا بعدين هي الجدلية بعدين بنتركها. بدنا نمسي بالخير على كل الأشخاص اللي هلا انضموا لنا واللي عم يسمعونا مباشرة عبر اللايف. بدي أقول شغلة، إنه اليوم نحن مبلشين نحن وياكم لحتى يعني مثل السنة الماضية مثل هذا التاريخ، ولكن طلعنا نحن انتو كان معنا مايك وكنا عم نحكي وعملنا بهديك السنة جولة بدنا نسميها على ما جرى وما سيجري. اوكي هلا في شيء زبط وفي شيء يمكن بيندينج قيد انه يصير، رح نعمل جردة عليهم انا وياك، رح نشوف شو اللي صار وشو اللي ما صار، رح نشوف سياسيا شو اللي صار، الوضع الاقتصادي بسوريا لوين، الوضع السياسي بسوريا لوين، على الرغم من انه الناس قد تكون على مسافة من انه تصدق او ما تصدق، من انه تقتنع او ما تقتنع، بس بشكل من الاشكال انت من المؤثرين سلبا ام ايجابا. ما على الرسول الا البلاغ. طيب حلو، معناته من هون بدنا نعرف انه مايك حامل رسائل وجاي فيها اليوم. لا مش حامل رسائل، لا لا حامل رسائل، يعني انا انسان رسول مرسال يعني. لا 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 لا، ما عاش اللي بده يبعثني مرسال، انا ببعت مراسيل. اوكي صوتي بيبعت مراسيل، ما بحمل مراسيل. طيب حلو حلو منيح. فاذا لكل اللي حابين يتواصلوا معنا على 9971 فويس نوت، فيكم تبعتوا رسالة حتى نقراها، واتصال 1444. حتى من خارج سوريا فيكم تبعتوا على 9971، يعني بتحطوا من عندكم 00963 9971 وبتبعتوا لنا الرسالة اللي بتحبوها. سوريا ضمن الجامعة العربية صدقت زلزال واللاذقية رح تكون محور حديث، صدقت. هي من التوقعات يلي صارت يلي قلتها هديك السنة. قاب قوسين أو أدنى هنالك حرب والجولان يسترد لسوريا. لهلا ما صار شيء، ولكن في مناوشات. ما صار شيء؟ في مناوشات، ما صارت الحرب اللي نحن عم نفكر فيها. الحرب هي حرب التحرير. أوكي حرب بلشت التحرير. ابتدينا فيها. طيب هلا رح نحكي عن سوريا، بعدين بالنص الثاني من اللايف بناخد شيء عن العالم. بدنا نقول بس للمخرج بعد اذنه اذا بعلي لنا الصوت جوا، لانه على اليوتيوب على الشانل عندي عم بيقولوا لي الصوت شوي ضعيف. اوكي اذا فينا نقوي الصوت شوي. نعم طيب بنفس الوقت مساء الخير فادي قروشان، اليوم هو اللي مستلم اخراج هذه الحلقة، كمان عمليات علي كيفك. لازم تعرف يعني جراحة لكن اجباري. طيب مايك، في عنا أشخاص لديهم دور سياسي وعسكري سيعودون للبلد يعني لسوريا، وفي فنانين رح يعودوا للبلد ورح يكون عندهم دور سياسي. تماما، وحتى قلت انه بدهم يكونوا بالبرلمان او بالتشكيل الحكومية الجديدة. تشكيل الحكومية. طيب حلو الكلام. فإذا هي كرمال سوريا هذا الكلام. أكيد. اليوم بعد بسنة فيك تعطيني اسم للراجعين؟ انت قلت بالزمانات ميم طه راجع. أي. لسوريا عسكري فيك راجع. فيك تقول اسمه ليش بدي اقول اسمه؟ هيك يعني مجرد انه لما نحن الشعب العربي بحب الموسيقري بحب الامور السريه. طيب لا انا تقصدت احكيها بالفرنسي وترجمت لك. ما انا قصه. طيب على قصه تحكي بالفرنسي. نعم. بونجور، انت من جماعه البونجور ولا من جماعه البونسوار؟ اعوذ بالله. وانت بتعرف انه تاريخها تحت ايدك بالمطلق. انا انسان بتاريخي الاذاعي والتلفزيوني. نعم. وبحياتي العامه 56 سنه. بلشت احكي بعمر 3 سنين، كنت طلق اللسان، ما بقول غير صباح الخير ومساء الخير، وبس بدي فوت على بيت بقول دستور. بس يعني لما بفرنسا يقولوا صباح الخير بخبرهم بونجور. ايه بس عيب انه انت ما تعرف بالشوكولامو مثلا. شوكولاموس حتى اسمها خطأ يعني، حتى هي لفظتها خطأ يعني، حتى هي ملفوظة خطأ. شو رأيك بالحالة اللي صارت؟ بغض النظر يعني بمعزل عنها، اساسا ما كان لازم تصير، وما حلوة هالعدائية من مين تجاه مين؟ نحن كيف من مين تجاه مين؟ لا وضح لي. الإعلامية تعدت على حقوق غيرها. تمام اوكي. أول شيء تعدت على حقوق شعب ودولة، وتعدت على حقوقي أنا كإنسان مشاهد قاعد وراء التلفاز ببيتي. نعم. تعدت علي أخلاقيا بطريقة الحكي. الحكي اللي حكيته استفزني، وعرفت كيف جاوبت بأكثر من إطلالة. مسمح لها تحكي هيك بهذا الشكل؟ أكيد لا، بس ما بعرف بسوريا ما حدا رفع دعوة. لا بلا رفع عليها دعوة منيح من قبل فنانين ومن قبل محامي نفسه رفع عليها دعوة. أنا سمعت الممثل معتصم النهار، معتصم حكي، وفي كمان كاتب وممثل طلال مرديني يسلم لي ربه. رد عليها بطريقة حلوة ومهذبة، ووصل لها الرسالة كف. لا إنسان رائع. بس هيك أمور تحل في القضاء. طيب أنت مدى معرفتك بموضوع ومدى معرفتك فيها كشخص من أيام الشبكة ومن أيام الدين كشخص كإنساني أنا صديقة، بس كإعلامية لا. عندها أصدقاء؟ كإنساني إيه. تعرف تعمل صداقات يعني، لأنه هي ترند بالمجال. برجع بقول لك كإنساني صديقة مخلصة. أوف. بس كإعلامية لا أبدا مش أصدقاء. طب معقول لأنه انتهى زمانها مثلا، ما عاد قدرت تعمل حدا، ما هيك ما فهمت تعمل حدا شو هيها يعني. هي بيقولوا انه كانت عامله شيء اسمه امبراطوريه اعلاميه، طلعت ما في امبراطوريه اعلاميه كثير الاسم كبير. لا مش هيك، ما في شيء اسمه امبراطوريه اعلاميه، مثل ما انه ما في نجم رقم واحد. العمل اللي بتعمله يا بوصلك لشيء يا انه بتضلك محلك. بلايف من اللايفات تبعك على اليوتيوب مرة حكيت أنا وياك بعد ما بعثت لي اللايف وحضرته، فقلت لك مايك أنت توجه بمفردات وطريقة خطاب تكون شوي قريبة من العالم، لأنه عندك أنت عمق بمطارح الناس ما كل الناس راح تقدر تعرفه، مثل لما بتقول أنت روحك أكبر من عمرك. أكيد. طيب طبيعي. اوكي. روحي اكبر من عمري، وعمري اكبر من جسدي، جسدي فاني انما روحي خالده. صحيح. لهيك بيقول الكاتب العظيم مصطفى محمود، كانت وهي الان وسوف تبقى. الروح ما بتموت، فمشان هيك روحي اكبر مني طبيعي. طب اذا الروح ما بتموت معناتها بترجع لمطرح ثاني، أكيد ما رح تضل عم تفتل بالسما. عودي إلى ربك راضية مرضية، ومن آمن بي وإن مات فسيحيا. سيحيا بالروح وليس بالجسد. أكيد. جميل. خليني كمل أنا وياك. في أحد التوقعات. نعم. والتوقعات لسوريا، أزمات سوريا تنتهي مع بداية تحرير الجولان وهو قريب جدا. أي أيمتى؟ انه قريب. ما فيني اعطيك تاريخ بيوم. اذا عم تحكيني انا ما بدي تواريخ. اذا سالتني عن موضوع روحي اكبر من جسمي، يعني عرفت انه زمني غير الزمن الارضي، تاريخي غير التاريخ هيدا، التوقيت عندي غير هيدا التوقيت. مفهوم. انا علي اقول انه بوقت قريب. الوقت القريب شو هو؟ بدك تشرح لي اياها انت. يعني لا منه سنون، سنوات أوكي. قلائل. اوكي اوكي، تعد على اصابع اليد الواحده. مفهوم. طيب، سوريا تستعيد اللواء اسكندرون طبيعي، وهيدي بالمفاوضات رح ترجع تستعيدها. يعني ادلب كمان بترجع. ليش ادلب مش بسوريا؟ امبلا، بس هي خارج السيطره اليوم. ريف حلب وريف ادلب الى الواجهه، الى الواجهه الكبرى والتحرير. حلو، تحرير بالعمل العسكري. يقال امريكا لا، ما رح تطلع من الاراضي السوريه لانه طلعت يعني حرب عالميه ثالثه. شو بك ليش عم تطلع فيني هيك؟ يقال، انا قلت لك انا عم اقول. ايوه، انا بقول لك انه ان شاء الله تبقى امريكا بامريكا. الشعب الامريكي بلش يغادر، والشعب الكندي بلش يغادر نسبه للامور الشاذه اللي بلشوا عم بيجبروا الاطفال عليها، فبلشوا يهاجروا من هونيك. هي اجنده بتحسها ايه؟ مش اجنده، هيدي لغه الشيطان. انت قايل انه هذا زمن الشيطان هذا. اكيد، هيدا جيل بودرسين بياكل ما بيشبع، بتحكي ما بيسمع، بيبعته ما بيرجع. هيدا اخر جيل. وبعده؟ شو قولك؟ طب شو رح نشوف من هذا الجيل؟ نحن عايشين على امل القيامه. صح؟ صحيح. خلص، بجوز مش عوائتنا، مش جيلنا، بجوز الجيل اللي بعدنا يكون. هلا اذا بتفتل شوي بلاقي اشعاراتك لساتهم مثل ما هن وطوال. لساتك مصمم تحلقهم بالقدس؟ اكيد اكيد. قريبه؟ وبكنيسه القيامه، مش بالقدس، بالقدس بقلب كنيسه القيامه. بدي اوكي، قريبه؟ اي، ما انا قلت لهم باحدى الحلقات، قلت لهم اذا ناطرين تشوفوا المقاومه اللبنانيه عم تدخل الى الجليل تاخرتم كثيرا. اوف اوف، تاخرتوا كثير، تاخروا يعني لدرجه انه الصهاينه العدو الاكبر الشيطان الغاشم سوف يقصف مناطق تحت سيطرته. الشباب جوا صاروا. الله يحمي. الله يحمي الكل. قلت باللايف الاخير اللي طلعت فيه على اليوتيوب، قلت انه في لواء بجيش الاحتلال سوف يبكي دم. قلت جيلوني، تمام، ما بعرف اذا عم بعرف الفظها. اوكي، جيلوني، جيلوني، رود سود، ما بعرف. سوف يبكي دم على حدود لبنان. حلو. جيلاني، لواء جيلاني، هدول المرتزقه جولاني هدول قرود اللي هاو اللي المرتزقه اللي لامينهم شمال يمين. سوف يبكي دم على حدود لبنان، وعلى حدود لبنان الجنوبيه، مشان ما يفكروا بحدود ثانيه يعني. اوكي يعني حصرتها للقصه انت. هي. بالحدود الجنوبيه طبيعي، طبيعيه كثير. شبعه ليش؟ في عندك شبعة، عندك بوابة فاطمة، عندك من مرجعيون، فيك تروح. لبنان مطل على فلسطين كاملة. صح، بس يعني البوابة رح تكون شبعة. في مواقع بلبنان فينا نشوف حيفا، بنشوف صفد، بنشوف طبريا، الجولان المحتل. صحيح، في نهر بيفصل بين لبنان والجولان المحتل، نهر. صح. نهر، صح، متر ونص. طيب، وامتى هالشغله الحلوه بدها تصير؟ انا ناطرهم. هيدول على ايامنا القريبه جدا. طيب، ايامنا القريبه جدا، انت كشخص اليوم عم تحكي هذا الكلام، هي الايام القريبه جدا. قديش بدها وقت؟ لانه انت اليوم حكيت شيء انه انت بزمن غير هذا الزمن، بدك تشوف هن امتى بقرروا انه يعتدوا على لبنان. ليك معلش خليني احكي برياحتي شوي. تفضل، خذ راحتك. بشعر أحيانا وأنك أنت عم تحكي عن لبنان وكأنه الذكر الوحيد بين كل الموجودين، صح أو لا؟ إجمالا هذا لبنان وهذا العراق، هاو اثنين، وهني هاو اثنين اللي عم بيتدمروا. سوريا خلقولا حرب عالمية ولكن داخلية. أوكي. عملوا قانون أيسر على سوريا ولكن نفذ على لبنان. طيب، الدولار اللبناني يتخطى ال40,000 ليرة، وصل لمطارح كتيرة ويتخطى ال140,000 بعد فترة، الله يبشرك، ويعود إلى ال75 من ثم بينزل يتدرج سقوطا. طيب، بلايف من لايفاتك قلت انه لا تراهنوا على الدولار، أي. لانه بده ينزل، أي. لانه بده يهوي والبورصه بدها تهوي. هذا الكلام ما فيك تاخذ بينطبق بس خليني اكمل اذا بتريد. هذا الكلام مايك بينطبق على لبنان ولا بينطبق على سوريا ولا بينطبق على العالم هون ككل؟ بس نحكي بهذا الموضوع نكون عم نحكي عالميا. عالميا، اوكي. ما بقدر انه لبنان مش هو اللي بيحدد سعر البورصه، لبنان صح. في مافيات، في مافيات هي عندها ابلكيشن خاصه بتحدد لك سعر الدولار وهبلنت الحاكم بيمشي فيها. مصاري السوريين اللي بلبنان راجعه؟ تيرجعوا مصريات اللبنانيين، نعم. يعني راجعين. ولكن المصريات اللبنانية أولى بالوقت الحاضر. أكيد، بس إنه راح يرجع. كل شيء راح يرجع، ما في ولا ليرة راح تروح على حدا. أوكي، 70 إلى 75% من اللاجئين السوريين سيعودون إلى سوريا من لبنان. أكثر من 80%. أكثر، المخيمات بدها تتسكر؟ ما في مخيمات. ما يقال إله. ما في مخيمات. بدهم يسكروها. بدهم يرجعوهم. ما بعرف إذا بقدر أقولها. تفضل. انت بتعرف انه فيك تقول لي بدك اياه بسوريا. النازحين السورية في لبنان اللي مش داخل بحرب وايدين ضاف، اخذ بيت وعايش ومرتاح وعم بيشتغل. اوكي. فاللي قاعدين بمخيمات اظن انه هن ما معهم الهوية السورية 80% منهم. اكيد. ولكن رح يرجعوا لانه في عفو عام شامل يطال كل شيء. بلشت العفاءات وبلشت المصالحات. بس لما بيجي العالم بيعطيهم دولار هن وقاعدين بلبنان، واذا بتروح على سوريا ما في لكم مصاري. نعم. شو صاروا عم يعملوا؟ بيقعد طريقه تهريب، بيقبض معاشه ثاني يوم بيرجع بيروح على سوريا بيكمل شغله، قبل باخر الشهر بيجي بيقبض معاشه بيرجع بيروح. وهن معهم خبر فيها الامم. اكيد معهم خبر فيها. معهم خبر بهذا الموضوع. طيب، ريف حلب وريف إدلب بيرجع كيف؟ إلى الواجهة عسكريا محسومة. هلا شفنا تحركات للجيش على الM4، على طريق الM4، فبدها ترجع. دمشق، مشهد على صعيد النقل العام يعيدنا للذاكرة على ما حصل سابقا. شو يعني هذا الكلام مايك؟ هي السنة الماضية قلتها، رجع عد لي إياها بالصيغة اللي أنا حكيت فيها، بالصيغة اللي أنت حكيت فيها. مشهد في دمشق، نعم، على صعيد النقل العام، نعم، أوكي، يعيدنا للذاكرة على ما حصل سابقا. نعم، ممكن تفجير. وليش قلت وانت عم تتبسم؟ نعم، شوف إذا بعده فاتح اللايف عندي. عندهم مفتوح اللايف؟ تمام؟ أوكي، تمام. طيب، في شيء بسوريا رح يكون، بالشام، بسوريا، الزلزال انت قلت انه هو مفتعل وليس زلزال طبيعي، وقلت انه زلزال تركيا والاكثر من هيك زلزال ارمينيا اللي صار، واكثر من هيك تسونامي اللي صار بسريلانكا وهالمناطق هاي، كلها امور مفتعله. وهلا اكتشفوا انه بلبنان وبزحله كمان حاولوا انه يعملوا هزات قويه حتى يخلقوا فيلق جديد، ولكن القوى الامنيه كانت بالمرصاد. اللاذقية ضربه موجعه تتلقاها في هذه المنطقه، ولكن لم ولن يتغير من جغرافيتها ولا صمودها ولا من وجودها. هو كان الزلزال طبيعي، انت حكيتها هديك السنه. هلا كل شيء انا عم اقوله بقرا لك اياه هو من السنه الماضيه، طبيعي. فهدول صاروا هلا، وعوده سوريا لجامعه الدول العربيه صارت، والاتحاد العربي اللي بده يصير. بس شو بدك تقول؟ عودة سوريا اللي بدنا نقوله انه بشكل طارئ الجامعة العربية او ما تبقى من الجامعة العربية تجتمع في دمشق. ما تبقى؟ ايه. ليش؟ في لسه انقسامات جديدة؟ ايه. طيب مين الدولة اللي بدها المملكة؟ في مملكة بدها تاكل دولة، بدها تبلع دولة. في دولة بدها تاكل مملكة. عم هيك تقولها بالقلب. ايه. دقيقة لحتى ارجع لها. ايه. طيب على طول بنقول دولة قطر، ما بتقول مملكة قطر. اوكي. ففي دولة تبتلع مملكة. ايه طيب اتحاد. انا مش عم بقول انه قطر بدها تبلع البحرين، لا بس ابدا انت ما قلت. بقول انه دولة تبلع. طيب انت قلت اتحاد عربي جديد سيخلق وسيكون له الدول العربية اجمع وتترأسه السعودية بعد خضة تتعرض لها، بين قوسين آخر خضة ستحصل بين مملكة ودولة دولة ستضعف المملكة لا تقوى الدولة، يعني الدولة بتضعف المملكة لا تقوى، وعلى أثر ينشأ اتحاد عربي يعمل أو يتداول عملة واحدة. نعم. يعني في اتحاد عربي. لاحظ هلا الاتحاد العربي الماشي بالمحور الشرقي وروسيا وبعض الدول العربية اللي بازالت ماشية مع أمريكا وأوروبا. نعم. يعني بلش الانقسام من الداخل. طيب مايك ليش مش عم تجي على محور السين سين؟ ما جايك؟ اوكي تفضل. طب بعتذر. لا ولا يهمك. اهلا. بلايف من لايفاتك بتقول نعم. الرئيس اللبناني رح ينزل بالباراشوت. ايه والسين سين حاططه. سين سين يعني سوريا سعودية. طبيعي. حلو. مين هو؟ إذا أنا بلبنان رفضت أقول من هو مشان ما أحرق اسمه وجيبوا له هون. إيه ما حدا رح يحكوا الهم هي الموضوع. لا ما أنا بعتل الهم. لا يعني لأنه كل اسم عم بينحط عم بيحترق. طيب حرام سليمان فرنجية يحرقوا له اسمه. طيب مايك أنا بس آسف. لا أنا وخليني من الأساس حاكي. إيه أنت قايل مايك قايل إنه سليمان فرنجية في مرحلة صح. من الفراغ رئيس انتقالي ومن ثم سليمان فرنجية. صحيح. ممكن تكون مرحلة الفراغ رئيس انتقالي لتغيير وتعديل الدستور اللبناني كاملا، ما في شيء اسمه طائف بقى خلاص. ياخدوه يحطوه هيك برواز أنتيك، وفي شيء جديد بده يخلق في دراسة دستور جديد أو تبلور دستور، ومن ثم يكون سليمان فرنجية رئيس جمهورية لبنان. جاي رئيس جمهورية خلاص. طيب هلا أنت قلت شغلة معلش خليني أنا أتساير فيها معك. تفضل. أنت قلت نقطة إنه رح يكون في ما بدي أقول أسماء بلبنان ما قلتها مشان ما أقولها هون مشان ما أحرقن. أكيد. طب ما بتزعل هلا؟ شو بدي ازعل؟ يعني هي القصة عندك وانت مخبية؟ القصة عندي؟ لا القصة منا عندي. طيب شو الرسالة اللي عم توصلها معك؟ شو الرسالة اللي عم بوصلها؟ ما عم بوصل رسالة؟ ليه؟ قالوا ميشيل معوض ما حرقوه؟ ميشيل معوض مين بده يطلع؟ ميشيل معوض بزيادة تعطيه اكس بوكس يلعب فيه. لا 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 هيدي احاديث لا تقال. لا تقال بأمور. طب انت كلبناني تقبل يكون ميشيل معوض رئيسك؟ ليش شو ناقصه؟ زلمه بس ناقصه يعرف يحكي. زلمه متعلم مثقف، رقم 2 زلمه عنده جمهور، هيدي ثالث دوره عم بيطلع نائب، يعني في له جمهور في لبنان. بعدين جاب 40 صوت، شو فرق بينه وبين سليمان فرنجية 11 صوت؟ ما الكل بيعرف لا. كيف بلبنان بتنشر الاصوات؟ لا 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 ما في شيء اسمه بنعرف كيف تنشر الاصوات. ما هن الشباب عندكم بيقولوا نحن معروف النايب بده يطلع بيدفع كذا بيشتري كذا صوت، اصوات بتطلع اصوات بتنزل. هيدي وين ما كان صارت صح، هيدي وين ما كان بتصير. بس لما بدك تقلي هو وسليمان فرنجية بصغرتها انه سليمان فرنجية بيقدر يفت مصاري وما يخليه يبين اذا هيك صارت، لا انا من يلي بينتخبوا بالشمال وما انعرض علي مال ما انعرض علي مال. وانا اعتبر عميد يعني مفتاح. اي ما عم اقول لك انت مش استثناء ما انا قاعد. كانوا قدروا عرضوا على اللي طلعوا معي تينتخبوا. لا طيب لا في من خلال لك هيدي بتحكيها ببيروت من خلال دائره كبيره بصير فيها هالاشياء. طيب. هاي ولكن بيضيع وهيك لا من خلال معرفتي فيك. نعم. من خلال معرفتي فيك الشخصيه انت انعرض عليك مصاري كتير بأمور كتيرة وانت ما اخذت فيها، وانعرض علي مناصب في لبنان وفي الخارج تماما وما اخذت فيها، فمين اللي بده يجي يقعد يعرض عليك مصاري لحتى ما عرضوا علي؟ انا في عندك 121 شخص طلعوا تينتخبوا، ليش ما عرضوا على حدا منهم؟ لا، اللي الشخص اللي بيحترم حاله ما بيعرض. اوكي، بدك تقلي جبران باسيل عرض مصاري، بدك تقلي سليمان فرنجية عرض مصاري، ميشيل معوض عرض مصاري؟ لا في امور هيدي على سبيل ضياع ما بينعرض مصاري. المصاري بتصير بالمدن الكبيره، ساعتها بصير فيها مصاري، بتكون دايره فيها 30 40 نايب، مش بكون فيها 3 نواب او 4 نواب، لا فيها فرق. مستغرب انه انت يعني حابب هي الشخصيه، برافو برافو بالنتيجه، يعني مش قصه حابب، مني قصه حابب، ولكن طرح اسمه احترق، طرح اسامي تانية واحترقت، مثل ما هلا عم بحاولوا يحرقوا اسم زياد بارود، كان وزير الداخلية السابقة، بنزلوا له اسمه مثلا بجيب 3 اصوات او صوتين مع انه هو مش مرشح، بنزلوا اسم قائد الجيش بيعطوه صوت واحد هو مش مرشح، بيحرقون. هيك بتحرقوا الاسم، بتعمل 2 2 3 4 بجيب 6 اصوات 7 اصوات وهو مش مرشح، الزلمه خلص احترق اسمه. اوكي طيب، موضوع المينا البور، نعم حقيقة؟ وضح لي سؤالك تكون صريح بإجابتي. يعني هو فعليا في شيء مخزن وفي شيء مفرغ، في نترات أمونيوم أكيد. حلو، النترات لمين؟ النترات لمين؟ يعني هن اليوم عم يلبسوها لحالهم، بدك تشوف باخرة لطف الله لمين؟ أوكي، هي اللي مفوتت النترات. لكن باخرة تانية، ولكن باخرة لطف الله اللي انكمشت بشمال لبنان. نعم. ورجع قلت لك صراحة، وكانت عم بتودي حليب وحفاضات للمخيمات بسوريا. ساعتها بتعرف لمين النترات. ليش؟ ولكن انت السؤال لمين النترات او مين فجر النترات؟ طب هلا خلينا نقول ليش انحطت بظهر الحزب هي؟ يا اخي اذا واحد تفركش بيقول لك حزب الله. انت مع التيار؟ ايه انا مع تيار المقاومه. ما في تيار مقاومه. طيب انت مع محور المقاومه، انت مع صف المقاومه، هي فرقه المفرده؟ انا اقاوم ولكن مع الجيش اللبناني، ولكن انا مقاوم واول المقاومين. اوكي، ولكني اتبع المؤسسه العسكريه. راح يصير في دمج للسلاح، دمج للسلاح ودمج البندقية، والأمور كلها ترجع تتسوى، وحزب الله بصير حزب سياسي وليس حزب عسكري. بعد ولا قبل؟ بالدورة الجديدة إذا الله راد. يعني بعد الجليل ولا قبل الجليل؟ لا أكيد من بعد الجليل. يعني هيك بيكافي حاله الحزب إنه خلص، يعني فك عن العمل العسكري وصار بس الحزب سياسي. ما في شيء بيرضيه غير تحرير فلسطين. أوكي، بس أنا هالنقطة بعارض فيها لسبب، إذا الدولة الفلسطينية مطبعة مع إسرائيل، نعم أنا ما فيني ضلني واقف سنجق عرض. لما الدولة الفلسطينية بتتقدم بشكوى على ما سمي بدولة الشيطان، ساعتها أنا بإيدي كسر الأسلاك الشائكة وبفوت علي وعلى أعدائي يا رب. بس طالما هو ما في محكمة دولية تقدمت فيها الدولة الفلسطينية ما بقدر أعمل شيء. طيب، في عندك غزة عم بتقاوم، نعم، ولكن باقي المناطق عندك الضفة عم بتقاوم، جنين عم بتقاوم، بس ما هي فلسطين مقسومه شقفتين، هن قسموها مشان ما تكون دوله كبرى. طيب، هن برايهم بيعملوا دوله غزه ودوله فلسطين، ولكن مش ظابطه. هلا عم بيحاولوا انه يعرقلوا قناه السويس حتى يقدروا ياخذوا سينا بطريقة ما يعملوها وطن بديل لترانسفير جديد للفلسطينيين، ولكن لن تتم الأمور على الشكل اللي هن رسمينه. طيب خليني بلبنان وخليني بموضوع المطارات والبور وإلى ما هناك. انت لبنان أكثر من مطار رح يكون فيه. تمام، أنت قلت المطارات رح تكون محضرة، في مطارات هي مطارات حاضرة كلها رجعت على الخدمة تقريبا أو ما رجعت على الخدمة، ولكن جهزت لاستقبال أي طارئ. تمام. هذا الطارئ يلي أنت عم تحكي عليه أو يلي أنت عم تلمح له، هذا شو هو الطارئ؟ بده يكون عسكري سياسي؟ في عندك طارئ عسكري بده يمرق لأنه في سحابة سوداء بمنطقة المطار، هي واحد مطار بيروت. ايه أكيد. أوكي، عندك سحابة سوداء بدها تمرق، ان شاء الله بتمرق على خير وما بتطول. بلس انه المفروض يعني اليونان وفيها 3 مطارات، ما دام في عندنا نحن مجال وعندنا 3 مطارات وعندنا مدارج وعندنا كل شيء، ليش ما بدنا؟ مقصود فيها شيء يكون 3 مطارات؟ لا ابدا، ما لها تأثير، ما في مطار حالات. طمن بالك. خلص اوكي اذا هاي بدك توصل لها، ما في مطار حالات. لا انا ما بدي اوصل لهي، انا عم بسألك سؤال يعني. اي لا خلاص، هي فكرة بس انه ليطمئن قلبي. هل اطمئن قلبك؟ الى حد ما. نصمم على الصلاة بكنيسة القيامة. دولتين بدولة واحدة بعد الوصول الى الجليل في القريب العاجل. طبيعي. ومصمم لساتك على دولتين بدولة واحدة. اكيد. لان ما فيك تلغي اليهود. اكيد ما بدنا. وما فيك تلغي المسيحيين، وما فيك تلغي المسلمين. اوكي. وما فيك تعمل 3 دول. نعم. فمشان هيك بكونوا دولتين ضمن دولة واحدة. طيب. الكيان المحتل سيواجه فشل وراء فشل حتى يطرد ولا يعود له كلمة في المنطقة. طيب شو رأيك انه الطيران الحربي يبلى بخسائر كبرى بعد معارك؟ هديك السنة قلتها. شو عملوا فيهم المقاومة بفلسطين؟ ما نسون أساميهم وصاروا هن يترجوا لوقف إطلاق النار؟ صح. هلا اللي جايك إنه الطيران الحربي يبلى بخسائر، وبدنا نقشع ما فوق الجولان وما فوق الناقورة أكثر من طائرة تسقط. حلو حلو. خدني على الوضع الاقتصادي بسوريا، شو هو؟ سوريا سوريا مربوطة بالعالم. اوكي. العالم كله اقتصاده قاشط. كيف بقى إذا اقتصاد عالمي قاشط بلس عقوبات؟ نعم. تتنشأ دول البريكس بدها وقت لل 2024 تقريبا تيصير في عندهم اقتصادهم الخاص، وتعتبر سوريا من المحور الشرقي. فهون بتتحسن الأمور. حكيت مرة عن التطبيع مع إنهاء يعني المشاكل، أو إذا بدك تسميها مشاكل، إنهاء أي شيء. هذا التطبيع اللي كان جاي قريب، تطبيع مع مين؟ مع مين تطبيع مايك؟ أكيد ما رح نطبع مع مثلا إندونيسيا. مع مين بدنا نطبع؟ عندك أكثر من حدود. اوكي، حدودنا الجنوبية رح يصير في تطبيع مع الكيان؟ رح يصير في تطبيع مش مع الكيان، لكن ليك الصهاينة الى زوال. اوكي، بس يعني تقول كيان يعني صهاينة. طيب يعني ما رح يصير في تطبيع مع الصهاينة، رح يصير مع في الصهاينة سلام ولا تطبيع؟ رح يكون في تطبيع. اوكي، ولكن ضمن الدولة الجديدة اللي ما بيحكوها صهاينة، ما بيحكمها صهيوني. مفهوم. يعني هلا مشرقي يهودي مشرقي ممنوع يطلع رئيس، صحيح، مجلس وزراء، كلهم اليهود المغربية، صح، يعني أكتريتهم سفردين وأشكيناز من صوب روسيا وهاي المناطق، هن اللي بيكونوا رؤساء مجالس. مفهوم. خلص وصلت الفكرة. طبعاً. ولكن التطبيع آتن، بس مش مع هول الحثالة. طيب بس لبنان ما راح يطبع ولا راح يطبع الكل؟ لبنان آخر دولة بتمضي. ليه؟ في سبب ولا لا؟ مش هيك، لبنان بعده ما أعطى الجنسية للفلسطينية، الفلسطينية في سوريا معهم جنسية سورية، إقامة مؤقتة. لا لا، في جنسية سورية معهم، أنا بعرف ناس فلسطينية معهم جنسية مش إقامة. طيب أوكي. فاللاجئين الفلسطينية الأحبة لهلا حتى ما عندهم إياها الإقامة المؤقتة، بيعطوهم لسي باسي إذا بدهم يسافروا أو صفة لاجئ بالأنروا، فلبنان بعده ما اعطاهم. طيب رجعنا من جديد لحتى نتابع نحن وياكم القسم الثاني من اللايف، وهذا اللايف بده يحمل او خلينا نقول هي الحلقه او هذا اللقاء الاستثنائي للجرده اللي صارت بهديك السنه، ورح نشوف شو لازم يصير او شو لازم يكون في عنده مايك، لسه شغلات جديده ما انحكت او شيء. امرك امرك وصلت. طيب من عندك مايك، في عندك حدا على؟ عندي كثير اشياء بس الميكرو هيك واقف عندي. لا شغال سمعانا. اوكي يلا شوف عندك تعليقات. عم بيشتكوا كثير من الصوت، انه الصوت شوي بعيد، هيدي نقطة للمخرج. شو اخراج؟ النقطة لإلكم، هي عم بيشتكوا انه الصوت، عم بفكرونا مش عم نتابع التعليقات، لا عم نتابع التعليقات كلها، وعم نتابع انكم عم تسألوا عن سوريا كثير. بنقول لكم سوريا بألف خير، سوريا إلى تحرير كامل وجميع الأراضي السورية رح تكون محررة. صلح ومفاجأة بين تركيا وسوريا وعودة العلاقات الدبلوماسية. نعم. غيرها، لأنه تركيا أنت حكيت عليها أنها هي راجعة صالح. مرض أردوغان يعود إلى، يظهر إلى العلن. حداد رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية. امرأة أوكي تتخذ قرارات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الانتخابات. حكينا بالسابق انه في فضائح كبرى تطال ترامب، شفنا هلا اللي عم بيصير، ولكن الامور لن تطول. حلو. وترامب رح يقدر يعمل الطلبات اللي عم يطلبها، يعني بده يحاسب، بده يحاكم. ليك اجمالا الولايات المتحده الى تقسيم. من بعد التقسيم في عندك الزلزال الكبير اللي يشطر الولايات المتحده الى شطرين. نعم. فهيدا الموضوع كمان كتير مهم. اوكي. قلت باحدى الاطلالات الخاصه لإلك. نعم. وقلتها بنينار السنه الماضيه، رئيس جمهورية كندا، أو لكندا، لجمهورية كندا هناك رئيس جديد. طبيعي، وإذا لاحظتوا يعني رح تنفصل عن بريطانيا. طبيعي، وإذا لاحظتوا أنه ما غيرت عملتها وما شالت وجه الملكة عن عملتها. وأستراليا نفس الشيء. وحكينا أنه الخطر يداهم التاج الملكي، وشفنا أنه تغمدها الله في رحمته. حضرت كل الحروب، وتشارلز يتخلى عن العرش بابنه. اوف، ما هو الملك هلا يتخلى عن العرش لأي واحد؟ كيف لا، ما هو في ولي عهد واحد عندهم دائما، البكر. اوكي. هلا البكر بنته بتصير هي الملكه تماما، فرجعت ترجع الملكيه لتكون لبايد بنت. طبيعي. طيب الامراه اقوى من الرجل في الحكم. اوه اكيد. طيب بما أنه نحن طلعنا خارج سوريا ولبنان وفلسطين، مصر إلى أين بعد اللي عم نشوفه نحن؟ مصر عم بشوف أنه في أحداث كتير صعبة، وطلبت بدهم يخلقوا أحداث طائفية، وبرجع بطلب من العالم تلتف حوالين الجيش، حوالين الرئيس المصري، لأنه مايك، انت ليش دايما بتأكد دايما على المؤسسة العسكرية؟ لما بتحكي مع اي حدا بأي كلام بتقول الالتفاف حول الجيش، حول الجيش. يعني انا بسمع منك التفوا حول الجيش، ما بسمع منك او نادر لاسمع التفوا حول قيادتكم، دايما بتقول الجيش قبل. ما في شيء اسمه قيادة اذا منا جيش. يعني انت حكم عسكري مؤيد لأبو. انا مع الدكتاتورية. اوف. اي شلون زبطت؟ اي شو هالتصريح؟ طلبوا بحرية عندكم، شو عملوا؟ ما خربوا البلد؟ لا هلا هون موضوع بمصر مختلف. طلبوا بحرية، ما اجوا الاخوان خربوا البلد. بليبيا طالبوا بحرية، بالعراق طالبوا بحرية. مايك انت بتعرف انه كلها هي اجندات، بغض النظر شو في سيء. شوف محمد بن سلمان وشوف السعودية كيف قايمة كلها سوا، ورح تكون الدولة الأولى بال2025. طيب وإمتى سوريا ستضاهي دبي في العمرة؟ بلشت. وين؟ بلشت يطلع عندك ابراج وعندك مساكن وعندك مليون شغله، بلشت تطلع. طب معقول ما تصير بين ليله وضحاها؟ اوكي مايك، معقول انت بتشوف شغلات اللي مانك بسوريا، نحن اللي بسوريا ما عم نشوفها؟ انتوا لانه ما بتتابعوا، انتوا بلوكي خلص، شايفين هيك. ايه خلص في حاجز قدامي، بس ما عارف ورا هالحاجز شو في. شوف الاخبار العالميه اللي عم تتناقل عن نهضه سوريا، بعدين اقول سوريا ما فيها شيء. لا انا عم بسالك انه انت معقول عليك ببين شيء يلي انت مانك بسوريا قاعد، ونحن سوريا كل العالم. مش انا، طيب مش انا شخصي 9000 ليره اليوم. نعم. او 8000 او اللي بدك تسميه، شو ما بعرف شو هو. اليوم العمله السوريه يعني منحدره شوي كثير، والوضع الاقتصادي سيء. في سؤال، انت شو اللي بتستورده من برا؟ انا جورج ما بستورد شيء كدولة. انا اذا عم تسالني الي ما بحكيك كشخص، انا بحكيك كدولة. اوكي الدولة بتستورد كثير شغلات، مثل ما عندي فكرة، بس هي في عندها استيراد بالحد الادنى اللي ما بتطلعه الدولة بتستورده، اللي ما بتقدر تخلقه بتستورده. يعني خلينا نحكي بالمينيموم، نفط مثلا، فيول، غاز، بنزين. لا غاز لا، بنزين ممكن. طيب بزيادة عليك هيدا، اذا برا عم بغلوا عليها العملة. اوكي إذا أمريكا بحد ذاتها اللي هي بتطبع الدولار بقلب بلدها مش بحاجة لحدا، يعني قد إيه بدك تريليون تطبع لك هن بجمعة؟ وعم بتزيد الفائدة على الدولار، كانت زادت ربع، رجع زادت ربع، صاروا زايدين نص، رجعوا زادوا نص، صاروا زايدين نقطة على الفائدة. نعم. وهلأ في دراسات إنه يزيدوا ربع نقطة زايدة، إذا بقلب أمريكا عملتها عم بيصير فيها هيك. كيف الدول التي تتعامل بهذه العملة؟ طب يعني نحن نقلب من عن دولار مثلا لليورو؟ ما شو هذا؟ ما اليورو متحكم فيه الدولار، اليورو منه عملة عالمية. بدك تنتظر عملة البريكس بس تطلع، ساعتها بصير فيه موازنة باثنين. طيب يعني البترو دولار بلش يروح بأمريكا، بلش ينهار الدولار، بلشت العالم تحس بالفوائد اللي عليها، بطل في قروض اللي كانوا يعطوها من قبل، بطل في المعاشات اللي كانوا يعطوها بالتقاعد. شوف أوروبا والمظاهرات بفرنسا اللي عم تصير، رفعوا سن التقاعد لما بطلوا يقدروا يدفعوا. يعني الشيء مش عليك انت، هيدا الشيء عالمي، انت عم تقشعه على محور كبلدك، ولكن هو شيء عالمي. طيب خليني برجع لسوريا بس. نعم. هيك جزئية سريعة. نعم. حكومة جديدة، في قرارات جديدة، في تعديل حكومة وقرارات جديدة. القرارات الجديدة اللي هي رح تكون بنظرك، لأنه بعرف إنك ما رح تقلي أنا ما بعرفها لأني ماني جزء من الحكومة. أوكي بس هي شو بدها تكون؟ يعني في قرارات بتروح فيك لحالة من الاستقرار، في قرارات على صعيد الاقتصاد، في قرارات على صعيد الدمج الجغرافي، في قرارات انشاء مناطق. طرابلس الكون ولا قلنا راح تصير؟ طرابلس قلنا او لا الكون راح تصير؟ ايه طرابلس ام الفقير اللبناني، انا عم بسألك حياتها ما كانت شيء ثاني. لأنه أنت قلت بمرة من المرات الجيش السوري خارج حدود سوريا، خارج حدود سوريا، بس ليش بدك تاخدها على طرابلس مثلا؟ ليش ما بدك تاخذها من الجولان يمتد الى فلسطين المحتله؟ بناخذ شيء، ليش ما بدك تاخذها على حدود ثانيه لدوله عربيه اخرى؟ لانه كنت وبس عم بحكي حكينا هيدي الكلمه، بس حكينا هاي الكلمه شفنا انه الجيش السوري قطع الحدود وتلاقى مع الجيش العراقي. يعني بس كنا عم نحكي انا وياك هلا دخول الجيش السوري شيء بطلب لبنان طرابلس تكون ضمن سوريا شيء اخر وكبير. لا انا ولا غيري بنرضى. طيب هلا دخول الجيش السوري بناء على طلب من الدولة اللبنانية لحمايته من ارهاب معين، هيدي قصص دولية بين بعضهم، هن معاهدات. أوكي. معاهدات دفاع مشترك عاملينها. انت ذكرت بس كطرابلس تصير سوريا؟ لا. انت ذكرت بانه الجيش السوري خارج حدود سوريا. نعم. والوجهة لبنان. ما ذكرت الوجهة، لنا خارج حدود سوريا. طيب انا رح ذكرك فيها مع انه المجالس امانات. أي. بس رح ذكرك. لا بدك تحكي شيء بحكي انا وياك. لا شيء، لا وشيء احكيه على الهوى شيء اخر. ما رح احكي اللي بنحكي انا وانت. انا أوكي. لما بقول لك انه الدوله اللبنانيه تستعين مثل ما استعانوا بالجيش السوري على وقت نهر البارد. تمام. ممكن يستعينوا بالجيش السوري لشيء اضخم من نهر البارد قد يحصل. معناته هو جاي هذا الشيء الاضخم طبيعي، مش بس في شمال لبنان، في بيروت كمان. طب ليش ما بتخبر الدولة اللبنانية انت؟ خبر الدولة اللبنانية ايه انه يعني منيح. ما عندي صداقات سياسية مع اي شخص، ولا طالع لعند اي زعيم سياسي مسلم عليه رايح. انا اطلع اسلم عليه ليه؟ مجرد سؤال. لا لا انت اكبر من هيك. اكيد أكيد. هلا بيقول سقراط كنت نظيفا. انا بروح على استراليا بيعرفوني سياسي لبناني، اذا راح يمكن على دبي ما حدا يعرفه. انا بفوت حيلا مطار بالعالم بمرق خط دبلوماسي، سياسي عادي او رئيس حزب يقف بينطر دوره تيتختم له. ايه بس كمان لاعبين كرة السلة معروفين عالميا، لاعبين كرة القدم معروفين عالميا، فانت فيمس لانك انت مشهور، لانه عندك شيء. كل إنسان عنده شيء، كل إنسان عنده شيء، بس أنا تأطلع عند شخص تسلم عليه يعني ما بعمل. يعني أنت ما بتخبر؟ لا مثلا لأنه لا كان سياسي ولا كان إنسان عادي. أنا ما بعمل زيارات، وأنت معك خبر بهذا الموضوع كتير، وقديش إلي بعرفك. جيت بمناسبة معينة طلعت عملت زيارة، صح؟ أنا ما بعمل زيارات ببيوت. طيب خلينا نرجع لكن للحديث يلي كنا دايرينه قبل. نعم. اول شيء في عندك شيء على اليوتيوب؟ انا ما عم بقدر القط من هون لانه اللايف من ثاني ميلي من غرفه الكنترول. اوكي. ما يمكن هون شوي النت ضعيف، مش عم بقدر القط نت مزبوط. طيب اللي طالع عندك شو هو؟ كلهم عم بيسالوا عن سوريا، في ناس عم تنتقدك انه عم تهجم علي شوي. طب المشكله انه هيك انا وياك وكلهم على الصوت، بس كلهم على الصوت. انا بدي اعتذر من الكل انه ما قدرنا نحط الموبايل. بوعدكم بلايف تاني من بيروت بكون اوضح ودايركت. هالحلقه بس تشارككم هيك انا وياكم نتشارك، وبرضه عم تسمعوا لو صوت شوي ضعيف بس عم تسمعوا. طيب من عندك كنترول كيف الصوت؟ معلش منعلي اكثر. اوكي هلا اللي عم يتابع مايك عنده، بس يخبرنا على اليوتيوب عنده، يخبرنا كيف صار الصوت، احسن ولا لا؟ طيب بنرجع لعالميا. نعم نحن وقفنا لانه عند نقطة ورجعت، انا فتت رجعت على بيروت. في عندك شيء على اليوتيوب بدك تقوله؟ في شيء اسئله او عم بيسالوني عن فلسطين. اللي بدي اقوله انه فلسطين في القلب، معموديه كبرى للمقاومه في فلسطين، ولكنها تنتصر. اوف تنتصر انتصار كبير. بس تقول معموديه بتعرف شو بتخوفني؟ نعم بس تقولها لهي الكلمه لانه دائما عندك اياها، هي رايحه بالدم. اكيد. ايه الإنسان بس يصير راشد معموديته تكون معمودية الدم. طب معقول لأنه مفتوح الزمن خلينا نسميه على الزمن السيء، زمن الشيطان، هيك بدك تسميه انت او انت قرن الشيطان. اوكي، زمن الشيطان معقول لانه مفتوح هيك دائما نحن كل شيء عم يكون عنا هو بالدم. لا هيدي وين ما كان بتصير هو قرن الشيطان، وهلا عم بيفتحوا البوابات الطاقات السلبيه. بلشوا فيها بتوينز تاور، رجعوا كملوا بالحرق تبع الامازون، رجعوا فتحوا الطاقة الجديدة. آخر طاقة فتحت في بور بيروت، فعملوا المثلث اللي بدهم إياه. هلا إذا بتذكر ليلة راس السنة حكيت أنا إنه لغز في الهرم يكتشف، صحيح، والمشكل بينه وبين الدين. هلا اكتشفوا السرداب، ولكن ما خفي كان أعظم. طيب فيك تشرح؟ واللي مفكر انه الهرم مقبرة كتير غلطان. هو طريق لشو؟ لك هي الحياة ابعاد موازية. اوكي، عندك الفيزياء، زي ما نحكي فيزياء هي الشيء المنظور من النقطة الى الجسد الى البنية الى شيء، ولكن فيزياء الكم ما ليس منظور بالعين المجردة. جميل، واللي هو يعني انت قاعد هون هلا، العالم شوي بدها تضيع، انت قاعد هون بفيزياء الكم انت بس بدك تظهر هون. اذا انا مش عم براقبك في 4 ابواب بتظهر منهم انت، اذا انا عم براقبك بتجتمع بباب واحد. وهي يفوتوا علميا، مش انه انا عم بتفلسف، يفوتوا علميا ويشوفوها مثبته. هلا هيك ما بس العالم ضاعت هيك، فمشان هيك في عالم موازي، ولكن وين مدخله؟ أنا بدي وصلك لهيدا النقطة، وين مدخل هيدا العالم الموازي؟ عالم موازي يعني في عم بيحاولوا يفتحوا أبواب تقدروا يكونوا ضمن عالم موازي، يعني في حدا تاني غيرنا نحن بالمجرة. إيه طبيعي طبيعي طبيعي، ولو الله خلق هالدنيا كلها سوا، هالمجرة هالأكوان هالمليارات من المجرات، بس تيخلقك أنت؟ لا، بعدين بيقولوا لك تعداد السكان 8 مليار. طب تعداد الاموات وينن اللي عم بيموتوا من هول اللي خلقوا 8 مليار؟ طيب انه اللي عم بيموتوا قديش اعدادهم صاروا؟ قد ايه العدد الصحيح؟ فكل شيء كذبه عم بيعطوك اياه. اوف، كل شيء عم تتعلم وعم بيعطوك اياه هو كذبه، ما من شيء مثبت. اذا بدي شكك بشكك بمحطه الفضاء انا، لما بتكون سرعتها 1600 كيلومتر بيظهر واحد منا ما بتحسه طار لهيك على جنب، خلص انه ماشي مع بعضه، هو واقف براته عم بصلح بكل هدوء اعصاب. يعني ما بدي شكك وما بدي صدق. على كلامك حتى ما طلع حدا على القمر. لا 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 لا، كذبه يا عمي. قبة السما ما حدا بيخترقها. طب معقول مثل ما جو في الارض ما حدا بيقدر يوصل له. طيب مايك، نحن اليوم 2023 وكل التطور وكل هالقصص اللي صارت وكل هالشغلات، ليك كل التطور اللي عم بيصير هيدا تطور تسلا. بعد ما خلصوا بعد في عندك ما لا يقل عن 114 اختراع بده يطلعوا ويبهروا العالم، ولكن هن من ال 1902 مسجلين. انا معك، بس انا ولكن لم يبصروا النور. أنا اللي عم أقول لك يعني نحن اليوم 2023 وكل هذا اللي عم يصير قدامنا وكل هي الأمور يلي التطور وإلى ما هناك والإنترنت والتواصل وال كلهم هدول. شو هدول؟ هدول ولا شيء يعني. أنت نسفتهم كلهم. طب ما لحظة، أنا بفكر كإنسان عادي. أي أولى؟ تفضل. المحيط هو 3/4 الكرة الأرضية، المياه، صحيح، بعده مش مكتشف. ليش بدي اكتشف المريخ انا؟ لانك انت قايل حتى بلايف من اللايفات هنالك خدعه اسمها تغير مناخ، تصحر، ذوبان الجليد، كله كله كله. طب معقول ليش دائما القطب الجنوبي ليش دائما القطب الجنوبي في عليه صراعات؟ القطب الشمالي ما حدا بيفتح سيرته، ما عم بدوب. صحيح صحيح، ما عم بدوب القطب الشمالي يعني. طيب بركي الشباب عندهم مصالح تحت اكثر من فوق. طيب شو بدي اقول لك؟ ما بعرف، لك خلص كرهتني العالم بالموضوع، خلينا نغيره. لا ما بتخيل يعني، لا لا ما بتخيل. حلو المنطق وحلو علم المنطق. اوكي، بس حلو كمان نحترم إرادة الله بالحياة. طيب في ناس بتقول يا أخي أنا ليش بدي أكتشف كيف انخلق الكون، إنه شو إجاني زدلي 10 ليرات على جيبتي، حطوا مئات المليارات تيكتشفوا كيف خلق الكون، إنه خلق الكون يا خيي، إنه ما بصير غير حديثي هلا. خلق الكون، طب انه ليش بدك تكتشف كيف خلق الكون؟ يعني الانسان مفطور على الفضول مايك يا خيي، يكون فضول يعمل شيء بقلب المحيط. طب ليه بدك المي يكتشف؟ ما هن حابين يكونوا فوق، انت شو ليش يعني رايحين على المي؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. انا معك هي. بس اذا هن مصادر رزقهم ابحاثهم يلي ما هن، لانه عم بحاولوا يفرجوك من هوليوود، عم بحاولوا يفرجوك كل شيء. نعم، مشان بس يصير ما تتفاجئ وقت الفرجوك انه الروبوتس هن صاروا يتحكموا بالبشر ويؤمروا البشر. اوكي احي هلا بلشوا فيها. يعني انت الصين صار عندها جيش من الروبوت بحارب. طيب يعني انت رايح لموضوع انه كل شيء اليوم بيطلع ميديا او بيطلع موفيز رح يصير حقيقه، هو حقيقه، والسيمبسون هي واحده منهم. اي طبيعي. طيب هلا انا اذا بدي اكون انسان عاقل، وبعض المتوقعين أوكي. المشهورين اوكي واكثر من شخص بيحضروا مسلسلات سيمبسون وبيحكوا عنه، وبيطلعوا بيحكوا، بيعطيك تفاصيل الغواصه وبيعطيك تفاصيل كذا. انت ما عملتها؟ انا من سؤال يعني نهائيا انا، بس لانه صار اي سؤال بدي احسب له حساب جماعتك ما يقولوا عم بتهاجم عليك. لا 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 لا, لا بس عليك. نهائيا، لانه الشيء اللي بحكيه انا اوكي بحكيه بكون كتير صريح فيه وواضح فيه. طيب الشيء اللي بحس فيه انا انه بده يصير بطلع وبحكيه علني. طيب اعطيني 3 توقعات رح تحس فيهم لسوريا. ما فيك تقول لي رح تحس فيهم، حاسس فيهم لسوريا، احساسك لسوريا. 3 توقعات كثير حلوين و3 توقعات مانن حلوين، يعني بس انه ما بعرف قولهم. انا ما بدي اقول شغلات سلبيه يعني. ما في، حكينا عن تحرير سوريا بالكامل، كل العالم عم تنطر منك شيء ايجابي. حكينا عن تحرير سوريا بالكامل والموضوع مكلف ولكن تحرر سوريا في الكامل. أوكي. وحكينا عن الاتفاق التركي السوري، وحكينا عن اجتماع جامعه ما تبقى من جامعه الدول العربيه في دمشق. هاو 3 تحرر سوريا بالكامل. نعم، وما تبقى من جامعه الدول العربيه، واتفاق تركي سوري، وعودة الحياة الدبلوماسية. شو بيعملوا؟ يعني هدول شو بيفيدوا مثلا؟ هيدول شو بيفيدوا؟ ايه، أول شيء تعرف سوريا إنه هي قلب العرب. أوكي. 2 الاتفاق التركي السوري معناتها إنهاء نزاع طويل الأمد من وقت لواء اسكندرون لهلأ. واللواء بيرجع ما بيرجع حرب؟ لا 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 لا، كله حيكون، كله رح يكون في تسويات. الخارطة تبع البحر الأبيض المتوسط كلها إلى تغيير. أوكي، الخارطة كلها بدها تتغير. طيب هي توقعات 3 حلوين. نعم. باد نيوز 3، ما راح أقول باد نيوز، ما بحبها للكلمة يعني، بس إنه قلت 3 توقعات ايجابيين، اعطينا 3 توقعات ما لهم ايجابيين مثلا، حتى كمان اني ما بحبها بس معلش انه ما فينا اعطيك توقعات غير ايجابيه. ممكن انه بس تقول في تحرير اراضي معناتها في دم بده يصير. مع اذا قلت لك انه شايف دم بكون عم بضحك على حالي. خلص وصلت 3 للبنان. انتخاب رئيس بالباراشوت بالسينسين، باتفاق مع السين. اوكي، ويمكن يكون بحرف السين. ويمكن في لا عم نمزح. اوكي. اموال المودعين تعود كامله. والحاكم ومن معه امام المحاكم في لبنان وفي الخارج. هيدا الشيء حكيناه ولكن صح. هلا يطبق، وما يجربوا يقضوا على حياته لانه في وثائق تدين الكبير والصغير. هو مانو لحاله بالاخير، في وثائق اذا صار له شيء هي تطلق للعلن. اوف عارف حاله كيف يحمي حاله بشكل لا بأوروبا ولا بلبنان بطلوا. ماله قليل أكيد. حاكم مصر في لبنان تربية فرنسوية. طيب أوروبا رح يكون لها رصيد وحصة كبيرة من ال كمل أنت إذا بتريد. إحدى دول أوروبا مدينة أشباح على أثر تسرب نووي. تشيرنوبيل جديد بجوز أكبر شوي. روسيا وأوكرانيا. لعبة تفضح إلى العلن والإمبراطورية الروسية تعود إلى الواجهة. أوف، هي حلقة اوف اسمع على فكرة من كتر ما انا عم افقفها. اي هيك يعني. طيب الى امتى بتكون نهاية الحرب الأوكرانية الروسية؟ امتى بتنتهي؟ امتى بتخلص؟ بتخلص الحرب العسكرية بتبلش الحرب الباردة الى تشرذم ما عرف بالاتحاد الأوروبي. عم بدي لحق حالي اطلع على فيست الشنغان اللي معي. لهالدرجه سريعه؟ بلشت شي بده يرد اللاجئين، شي بده يوطنهم، شي بده يدمجهم، شي عم بقشطهم اولادهم. صح. طيب ليش عم بقشطون اولادهم؟ سالتك السؤال باول الحلقه، قلت لك في اجنده معموله. لا عم بقشطون اولادهم حتى الاطفال ما دون العشر سنوات عم بعذبون تيعلى الادرينالين منهم، من ثم بيقتلون باحدى الدول وبياخذوا منهم اكسير الحياه الجديد اللي هن الخيليه الجزئيه والدم وبيشربوه. يعني نفس قصه الغواصه اللي صارت، عم بتشوف التايتانيك. جبل الجليل بعيدة 6 كيلومتر كان عن التايتانيك وقت اللي غرقت، بس هي ضربت بالجبل. يقال بانه هو الخطأ اليتيم. بال 2016 قلت لهم اياه انه مخز جبل الجليل ده كان بعيد، تفجرت. طيب واصحاب البنك الدولي او عائلة روتشلد ما بعرف شو هي، ها هن كانوا السبب، لأنه بآخر لحظة هي الباخرة كانت تابعة لهم وما طلعوا عليها. بعتوا الأثرياء اللي العالم كانوا واقفين بوجههم بإنشاء البنك الدولي، بعتوهم بالرحلة وقضيوا على الرحلة كلها سوا باللي فيها. حلوة، منيحة. حلوة القصة عندك. يعني كان لازم نقول لك للحديث التتمة بإذن الله، الحديث بقية. طيب نحن مكملين طبعا بهي القصة. لأمريكا رايحة على ولايات ما راح تبقى مثل ما هي، مش على ولايات، على جمهوريات. على جمهوريات طبعا. آسف، أنا الولايات بدها تصير جمهوريات. وكندا شو وضعها؟ كندا بس مفصولة عن التاج البريطاني طبيعي، وأستراليا كمان. كل شيء مستعمرة، حتى الهند يعني كمان بدها تطلع من تحت الوصاية، كله بده يظهر. وبهالحالة الصين كمان. شو ذاكر طريق الحرير اللي حكينا عنه؟ طبعا. لوين وصلت؟ اوكي. ومتابعة تتفوت على سوريا، لبنان، الخليج، وتتابع طريق الحرير القديمة. خلص ايه خلص رجعت. طيب هلا أنا إذا بدي أحكي معك بقصة الأزمنة. معلش إذا ببسط المثال، كل 30 سنة بتطلع لنا موضة، الموضة هي كانت من 30 سنة موجودة. هلأ في شغلات مايك عم تطلع بتحسها وكأنه هي كانت موجودة من زمان، واليوم ردت رجعت بأول وجديد، ردت رجعت بشكل جديد. طريق الحرير هو أحد هي القصص. إيه بس ما هو التاريخ يعيد نفسه. مين قال لك إنه الزمن ماشي لقدام؟ إذا الزمن ماشي لقدام ليش الكرة الأرضية بشدد الكرة الأرضية بتمشي بعكس الساعة؟ والأرقام اللي بنشوفها من 1900 بينما بتبرم حول نفسها مع عقارب الساعة. طيب ولكن حول الشمس بعكس. وال 2023 2022 والاحتفالات اللي الكوكب كله بيحتفل فيها براس السنة هي كلها غلط؟ لكن التاريخ بعيد نفسه، او هنن الناس ما عم يعرفوا اللي انت عم تعرفه. قبل المسيح كان العد 3000، 2999، 2998 عدوا لورا صح؟ جينا للصفر صار سنة 1 سنة 2 سنة 3 التاريخ الميلادي. اوكي. بعدين اجى التاريخ الهجري سنة 1 صرت 2 سنة 3. يعني من كنا ماشيين هيك صرنا نمشي هيك. يعني من ايدنا اليمين كانت عم تنزل نزول من كبير لصغير، بعدين صرنا من صغير لكبير بايدنا الشمال. ولكن ما في مقياس للزمن. هل انت طب اذا ماشي انت، اذا الزمن ماشي لقدام، ليش عم بتنبش على الحضارات القديمه وبتشوف اختراعاتهم وما عم تعرف شو هي؟ يعني هن متقدمين عنك. وبترجع لفكرة انه في كان اكوان تانية اكيد، وفي حضارات تانية انعملت من شيء مانن البشر. طبيعي. انت مأكد عليها لهي الفكرة. طبيعي. طب مايك انا خليني اسأل سؤال بسيط. باحدى النقوش في امرأة ماسكة لابتوب تمثيل، وفي نقش تاني ماسكين موبايل. طب هي نقوش مايك أي. يعني كانت مثلا الواح، لانه هن كانوا يتعاملوا بالالواح. أي. حلو. هلا نحن ممكن نفسروها ان هي لابتوب، هي ايباد، هي تليفون. لا لما هلا العالم ما بعرف شو عم بشوفوني، يمكن على اليوتيوب الصوره بعيده او عندكم على اللوح هيك. اوكي. هن هيك واقفه وعم تكتب هيك من هون، واقفه عم تكتب وفي قدامها سكرين، في قدامها شاشه. لا بعدين في عده امور. اقدم كرس وجدوه، أقدم ديسك مفهوم عمره 2100 سنة. طيب بعدين لا في أمور ما فينا نتغاضى عنها. الحضارات القديمة هي أذكى منا وحضارات متطورة أكثر منا، ونحن عم نعود لها تنخلق التطور. كل شيء علماء وكل شيء كذا عم يرجعوا لورا. طبيعي. في شيء اسمه سفر عبر الزمن، ولكن ما حنحكي فيه هلا. اوكي. عم نسرق اختراعات غيرنا نبرزها نحن. يعني انت من جماعه الزمكان؟ هو الزمكان موجود، بس انت اكيد ما بتنصاره. والكم موجود. اي. وفيزياء الكم موجوده. طبيعي. مش من جماعه الزمكان، هو شيء موجود. طيب هلا سؤال كتير بسيط. نعم. حدا بيسمعك اخذ فورم معينه من لما كنت باطلالاتك لغايه هي اللحظه. نعم. الك كم سنه عم تاكد بانه في حدا ريبتايلز في لا في كتار منهم، وفي منهم بالحكم عالميا. ايه. و انا زلمه كنت بنيويورك شفت منهم انه ممكن ما صدق شخص، بس ما صدق عيوني ما بقدر. طب احتمال تكون شايف شيء انت مأثر عليك؟ انا مأثر علي، انا بوزن بلد بعدني. لا انا ما عم بحكي، ما عم من اي ناحيه بدي يأثر، ما عم لامت ذكائك اطلاقا. من اي ناحيه بدي يأثر؟ بس مثلا علي. واحد بيكون تعبان، نازل ضغطه شوي كذا، حسيت انه هذا الشكل هيك ولا تكررت بكذا موديل؟ اذا بتشوفها مره ممكن تحس انه تغيير الضغط عليك هيأ لك الشيء. اوكي. ولكن لما بتشوفها بنيويورك بترجع بتقشعها بكندا، بتشوفها باوروبا، بتشوفها بدول عربيه. مثل مين؟ اذا عم تقول في عالم منهم بالحكم هلا لا مش وظيفتي اقول مثل مين، لان اللي قبلي بس حكي واختفوا. لا خليك ما تحكي. فمش وظيفتي انا اقول. يتابعوا الدراسات اللي عم تطلع ويشوفوا التصويرات اللي عم بتصير، بتبين الامور كلها سوا. حلوه. بس لا الربتايلز موجودين، والجريس موجودين، كله موجود. في شيء مرئي وشيء غير مرئي، شيء مثلنا نحن نفس أجسامنا يتخذون، وشيء يلبس القناع. إنه هلا عم يخلقوا لك روبو بيمشي معك على الطريق ما حدا بيعرفه إنه روبو. صدقني. حرس أحد ملوك العرب روبو. وإذا شفتها أنت على السوشيال ميديا بأحد المعارض ماشي وراه عم بيحميه روبو. شو المانع انه يعملوا له خلايا وجلد ويصير مثله مثل بني ادم؟ يعني الجنس البشري بده يصير بالمتحف قريبا؟ مش بده يصير بالمتحف، صار شو؟ نحن عم نقضي على حالنا بالتطور السريع. ما هو اذا ما تطورت مثل ما لما بتعطي حريه سريعه للشعوب تخرب البلد. مشان هيك انا مع الدكتاتوريه، بس الدكتاتوريه مش اللي تقمع شعبها. لكن ليش في دكتاتوريه مثلا بالحبيبي والروحي؟ اكيد. من مثل مين؟ في عندك انت بتلاحظ اني دائما بقول لك اعطيني مثال، مثل مين مثل شو، مشان ما تكون القصه كثير فلات مفتوحه. هي امبراطور الصين ما حكم دكتاتوري الصين. اوكي، ولكن شوف التطور، كل واحد بيعبد اللي بده اياه، الواحد بيعيش اللي بده اياه، بيشتغل اللي بده اياه، وكلهم عايشين وكلهم مبسوطين بحياتهم. وصار اقوى اقتصاد وعندهم فوق ال 200 اله بيعبدوا. يا عمي اذا عندك بلد فيها مليار و200 مليون اجباري بدها تكون اقوى اقتصاد. اذا هدول بس عملوا لك اكياس نايلون بيغطوا الكره الارضيه. ما هو انت نبش كيف محكومين، ما هو شو نظام حكمهم. طيب في الدكتاتوريه ولكن مع الحق، وفي عندك الدكتاتوريه العثمانيه اللي كانت موجوده. يعني شوف امبراطور الصين وشوف العثمانيين، في فرق بيناتهم. في عندك دكتاتورية قمع، في عندك دكتاتورية تطور. طيب قبل ما اختم، اعمل تشيك على اليوتيوب عندك؟ ما عندي عندك انترنت هون، ما حقدر شوف هلا، بعدين برجع بجاوبهم من تحت. طيب اوكي، نحن وصلنا معكم للختام. ساعة 8:30 كنا بساعة ونص مع مايك فغالي لحتى نحكي على اللي صار ب 2022 ونشوف شو تحقق من هذا الموضوع اللي صار وشو اللي ما تحقق. هلا بالمجمل كل اللي صار باستوديو نينار وقالوا هو كان خلص صاروا، مش كان يعني خلص صار مشي الحال، من عودة سوريا للجامعة العربية، من الصلح يلي بده يصير، من حالة انه الاقتصاد السوري. هلا هون بقى نقطة الاقتصاد تحسن او ما تحسن، هي لسه كمان مايك عزاها للفكرة لانه هو مربوط بالاقتصاد العالمي، فالموضوع عالمي ما انه الموضوع بس بسوريا. العمران وتضاهي دبي وإلى ما هناك هي كمان رايحة لموضوع آخر. السوريين راجعين من لبنان، عم نشوف هلا كثير مباحثات لحتى يرجعوا كلاجئين سوريين يرجعوا من لبنان. بس راح يرجعوا من لبنان مايك ولا من كل المطارح؟ يعني العودة تكون من جميع دول العالم. اوكي، علاقات جيدة ودبلوماسية بتنفتح على اعلى المستويات مع تركيا، يعني بده يصير في تبادل سفراء، ما عادت قائم باعمال او قنصليات، صح مايك؟ بإذن الله. اوكي، الجولان راجع، والجولان ما راح يرجع حبية، راح يرجع بطريقة عسكرية. هي في قرارات بيقول مايك انه في شيء على المستوى على بالمستقبل بسوريا كثير حلو راح يكون، ونحن متاملين بهي خليني اسمي الايجابيه اللي هلا اعطينا اياها مايك. حكينا عن الازمنه، حكينا عن كثير شغلات. بلقاء اخر ان شاء الله بدنا نفوت لمطرح ثاني، اليوم راح يكون مختلف بالجيه الثانيه، بالاطلاله الثانيه اذا الله راد. رح نحكي عن الوجود الآخر، يعني ما بس نحن كبشر موجودين على سطح الكرة الأرضية، في ناس تانيين، في عوالم أخرى. مايك كلمة أخيرة قبل ما أختم، شو حابب تقول؟ غير أنك شوقت كتير بعرف، وأنا شوقت. اللي بدي أقوله أنه رغم المآسي ورغم التعب ورغم القلة، الشعوب العربية تضل عم بتحب بعضها وتنسى أمور الحكام والسياسات. أوكي، إن شاء الله تكون وصلت الرسالة للي لازم توصلها، توصلها مثل ما بلشنا بننهي. حلو، إن شاء الله يا رب تكون وصلت له على هذا الأمان. فادي قروشان في الإخراج، شكرا لك، شكرا علي. كنت معكم أنا جورج في إدارة هذا الحوار مع مايك. بتمنى من جماعة مايك على اليوتيوب ما تزعلوا مني، بس أنا وياه برات الهواء اشخاص كثير بنحب بعض، بس جوا نحن بنلعب هي اللعبه. شكرا كثير لكم، اللقاء يتجدد بموعد نحن بنحدد لكم اياه في المستقبل القريب ان شاء الله. ان شاء الله هيك بتضلوا حلوين مثل ما انتم، وما تزعلوا لا تعصبوا، لانه ان عصبتوا ما غيرتوا شيء، فحاولوا تكونوا لطاف وعلى قولة مايك طاقة ايجابية. يلا باي باي.